حزام سيعطينا يعني كثير من الأخبار في هذا الاتجاه، وهو محلل أول لأسواق المال في إكويتي جروب. أحمد أهلا وسهلا بك معنا. دعنا ننقل ما لدينا على الطاولة للبحث والتشريح فيما يتعلق بالبيانات الأوروبية. موضوع أمريكا قتلناه بحثا فيما يتعلق بالتصنيف وإعادته، لكن دعنا نتحدث عن أوروبا. يعني في ظل حتى البيانات الأخيرة المتراجعة والممسكين بزمام القرار مثل كريستين لاغارد يقولوا غير ذلك، ما الذي تقولوه أنتم كمراقبين؟ صباح الخير الطيب ورندا. نعم، عندما ننظر إلى أرقام أوروبا في الفترة الماضية، نعم جميعها على ما أعتقد أرقام سلبية. تحديدا هناك قطاع التصنيعي، قطاع التصنيعي خاصة مع دولة التصنيع ألمانيا تسجل انكماش، فبكل تأكيد هي جزء من الأجزاء السلبية في الاتحاد الأوروبي. نعم بكل تأكيد، عندما ننظر إلى جميع الأرقام الاقتصادية سواء بالخدمات سواء بالتصنيع، هناك انكماش، هناك أرقام سلبية وسيئة جدا. التضخم لا يزال على ما أعتقد عالق جدا. الطيب، عندما ننظر إلى أرقام التضخم لا تزال مرتفعة. رفع أسعار الفائدة على ما أعتقد هي جزء من الطمأنينة من كريستين لاغارد، لكن في قرارة نفسها على ما أعتقد التوجه لرفع أسعار الفائدة قد يكون وارد. نعم أسعار الفائدة حاليا في الاتحاد الأوروبي تعتبر هي الأعلى منذ تأسيس الاتحاد الأوروبي، لكن الأوضاع الاقتصادية، الأرقام السلبية قد تحتاج المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة. لما لا أن يكون في الاجتماع القادم عندما تتضح أرقام التضخم بشكل أكثر والبيانات الاقتصادية في المجمل في الاتحاد الأوروبي تتضح بشكل أكبر، قد يكون هناك بعض التراجع من كريستين لاغارد، بعض الإشارات الأكثر صقورية، الإشارات الأكثر لرفع أسعار الفائدة. فعلى ما أعتقد الطيب، ال 25 نقطة أساس قبل نهاية العام، ولما لا أن تكون 50 نقطة أساس على ما أعتقد قد تكون واردة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. أحمد، يعني ربما خلال الفترة الماضية وتحديدا يعني مؤخرا في ظل هذه التوقعات وتحديدا بالنسبة للتصنيفات، شاهدنا المكاسب التي كانت على الدولار، تحديدا في جلسة أمس كان ارتفع لأعلى مستوى في 3 أسابيع. ولكن يعني كيف ممكن أن نفسر الحركة التي انشهدها على الدولار؟ يعني فقط يعني تفاعل وقتي مع هذه الأرقام أو البيانات ولا يستمر لفترة طويلة، ربما كيف ممكن أن نقف على تحركاته برأيك؟ نعم رندا، دائما ننظر للتاريخ لمحاولة قراءة الحاضر واستنباط المستقبل. عندما ننظر إلى عملية تخفيض التصنيف الائتماني الأخيرة في عام 2011 ستاندرد أند بوروز تحديدا، عندما تم تخفيض التصنيف الائتماني، الدولار الأمريكي كان آنذاك على ما أعتقد 75 لمؤشر الدولار إندكس، كان أقل أسعاره. ثم واجهنا لونج تيرم عملية ارتفاعات صعودية اللي على المستوى الطويل بالنسبة للدولار إندكس. لما لا أن تكون التوجهات مرة أخرى، خاصة مع طمأنينة المستثمرين بأن الركود غير متواجد، مع أنه على ما أعتقد وكالة فيتش قد أشارت ضمن المضمون أن النمو الاقتصادي قد يكون سيء في الفترة القادمة، يعكس الحالة المالية السيئة بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. فعلى ما أعتقد في قرارة وكالة فيتش أو في قرارة التقرير نفسه على ما أعتقد إشارة واضحة دامغة بأن الركود قد يكون وارد في الفترة القادمة. دولار إندكس على ما أعتقد قد يأخذ بعض الإيجابية في الفترة القادمة نظرا لإمكانية تجديد السياسة النقدية واستمرارها في الفترة القادمة لفترة زمنية أطول. نعم أحمد، دعنا ننتقل إلى النفط الذي يشهد ربما أكبر تراجع في المخزونات الأمريكية في أسبوع، وانعكاسات ذلك على مشهد النفط بشكل عام، وهو يعني يلامس ال 85 دولار بغض النظر عن التراجعات والارتفاعات. نعم طيب، إشارة كانت قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الماضية بأن المخزون الاستراتيجي لن يتم تعبئته كما أصرح إدارة بايدن في الفترة الماضية. التغيير الاستراتيجي بالنسبة لبايدن هي أسعار النفط نفسها، كان المستهدف أن يكون بين 67 إلى 72 لخام غرب تكساس لملء المخزون الاستراتيجي، لكن طيب على ما أعتقد الاستقرار السعري قد أعطى بعض الطمأنينة، بعض التفاؤل بالنسبة لتداولات النفط، تداولات إيجابية بالرغم حتى من بعض القراءات السلبية القادمة من الاقتصاد الصيني، بالرغم من أن الطلب العالمي بالتقارير قد تعطي بعض التفاؤل بأن الطلب العالمي قادم لا محالة في الفترة القادمة، قد يزداد قد يرتفع، مما أعطى بعض الإشارات الإيجابية بالنسبة لتداولات النفط. نشكرك أحمد عزام، وأنت محلل أول لأسواق المالية في إكويتي جروب، شكرا على هذه المشاركة.